القدرة على تبادل المعلومات بين المستخدمين. المشكلة اللي واجهت تبادل المعلومات هي وجود أكثر من برنامج بيقدر يكتب يعمل وورد بروسيسنج، أكثر من برنامج بيعمل جرافيكس and so on. المشكلة كانت في اختلاف ما يسمى الفورماتس بتاعت الدوكيومنتس، سواء كانت دوكيومنتس مكتوبة وورد بروسيسد أو جرافيكس. فزي ما الالستريشن ده بيوضح، كان في ناس بتستخدم مثلا برنامج اسمه وورد على ويندوز، في ناس بتستخدم حاجه اسمها انترليف على يونكس او فريم ميكر على ماكنتوش اند سو اون. المهم انه كان فيه حصيله كبيره من الفورماتس الناس لم تتفق عليها. في نفس الوقت في الناس لم تتفق على اوبريتنج سيستم واحد، كان في يونكس بجميع انواعه وفي ماكنتوش وفي ويندوز. ف حتى في وجود الشبكات كان صعب قوي الناس دي تتكلم مع بعض او تتبادل دوكيومنتس. الويب كل اللي هي اضافته اتفقوا على لغه مشتركه بتسمى ال HTML او هايبر تكست مارك اب لانجويج، ايا كان الاسم هي لغه مشتركه في كتابه التكست واضافه الصور ليه. الصور اتفقوا على تو فورماتس من اصل فوق الاربعين او خمسين فورمات عشان يستخدموها، وبالتالي حصل نوع من الستاندرديزيشن لنوعيه الدوكيومنتس اللي هنتبادلها. ده اللي مشروح هنا، وبالتالي قدرت الناس كلها اللي على كمبيوترز بتستخدم اوبريتنج سيستمز مختلفه انها تقرا الدوكيومنتس الموحده المكتوبه باللغه الموحده دي. ده اللي ادى للثوره اللي احنا شايفينها دي في المعلومات، لانه فجاه حصيله العالم من المعلومات رغم وجودها بفورماتس مختلفه وعلى مكان بيتكلم بلغات مختلفه قدروا يتبادلوها. فالشبكات زائد تقنين الفورماتس هو اللي ادى للنتيجه دي. ولكن كانت الفكره التي تابعنا معها مع دكتور طارق انه فكره التعليم عن بعد هي ليست جديده، يعني ليس الحاسوب هو الذي طرح هذه الإمكانية فقط مع شبكات الاتصال، ولكن هذا أسلوب كان موجودا قبل ذلك. كان الإنسان دائما سعى لأن يتراسل، وحتى نحن نعرف نذكر المورس، نذكر البرقيات، التليفون، هذه أدوات للاتصال طبعا ليست للتعليم. فلا شك أن الإنسان قبل أن توجد هذه الأداة أي شبكات الاتصال التي تسمح الحاسوبية التي تسمح بتناقل المعلومات وبالتالي تناقل المواضيع الدرسية والكتب الإلكترونية، لا شك أنه كان هناك أساليب قبل ذلك للتراسل، للدراسة، للتعليم عن بعد. ما هي هذه الأساليب التي يمكن أن ندرجها مع الأساليب التقليدية؟ وهنا كان لابد من التعريج على خصائص التعليم الكلاسيكي التقليدي لنصل إلى التطور الذي حصل في الأسلوب الكلاسيكي للتعليم عن بعد، وهذا ما تابعناه مع الدكتور طارق. الأسلوب الكلاسيكي أو التقليدي في التعليم فيه عناصر أساسية كلنا عارفينها، إنه فيه اتصال مباشر بين الأستاذ وبين الطالب، ده بنقول عليه one to one relationship. ولكن في نفس الوقت هو مقيد، الأسلوب الكلاسيكي أو التقليدي مقيد بالزمان والمكان، يعني الطالب لازم يحضر المحاضرة في وقت محدد وفي مكان محدد، إذا ما كانش يقدر يوصل للمكان ده في هذا الزمان هيفوته. اللي أنا شايفه أهم عنصر في الأسلوب التقليدي ساعات يميزه وساعات يضعفه هو أنه معتمد تقريبا كلية على الأستاذ، على مهارة الأستاذ في الشرح وعلى عمق خبرة الأستاذ. فالأستاذ أو الأستاذة هم اللي بيتحكموا في نجاح الأسلوب التقليدي بنسبة مثلا 90%. ده كمان بيأثر قوي على السن الأصغر، السن الأصغر بيبقى معتمد بصورة أكبر على قدرات الأستاذ. في نفس الوقت الأسلوب التقليدي برضو معتمد على المتاح من الإمكانيات في المكان نفسه، يعني ممكن أعرف أدرس نفس الأستاذ يدرس في جامعتين فيهم إمكانيات مختلفة ما يقدرش يأدي بنفس الأسلوب. الأساليب غير التقليدية متوفرة من مدة الحقيقة. مثلا الناس حاولت التعليم عن بعد عن طريق المراسلة من زمن بعيد، يعني في جنوب أفريقيا في جامعات ضخمة جدا بتقوم على التعليم بالمراسلة. في جامعات أمريكا عندهم مشكلة المساحة الكبيرة، ففي أي ولاية في أمريكا بيبقى فيه للجامعة نفسها أكتر من one campus، فكانوا بيحاولوا يخلوا الأستاذ يدرس في واحد من الكامبسز
والمحاضرة تذاع على الطلبة في الكامبسز الأخرى. حاولوا يحلوا المشكلة دي في وقت من الأوقات بأنهم جابوا بلاك بوردز بتتأثر بالضغط، فالأستاذ بيكتب بالطبشور على البلاك بورد، بينما اللي هو بيكتبه بيظهر في مدن أخرى في نفس الولاية. يعني كما لو كنت بدرس في جامعة دمشق والطلبة في جامعة حلب بيقدروا يشوفوا المحاضرة، وكان في اتصال تليفوني بين الطلبة والأستاذ. طبعا في الفيديو تيبس، الفيديو شرائط الفيديو مفيدة جدا بس ما فيهاش أي تفاعلية، يعني الطالب ما يقدرش يكلم الأستاذ. في النهاردة الساتلايت، الأقمار الصناعية، ممكن تنقل محاضرات من أي مكان لأي مكان آخر. في على الويب أو على الإنترنت نفس فكرة الساتلايت بس فيها اتجاهين، يعني الفيديو كونفرنسينج بيسمح ان الطرفين يشوفوا بعض، ولو انه لسه السرعات التبادل المعلومات مش كافية لانه ينتشر يعني. فدي صور الناس جربتها عموما في استخدام التقنيات الحديثة. إذن هناك عدد كبير من الطرق التي تم استخدامها في الاسلوب التقليدي، اللوحة او السبورة او اللوح الذي يكتب عليه، هناك المراسلة، هناك التلفزيون، هناك الفيديو، لكن لا شك أنها كلها لم تأتي بثمار كما يمكن أن يأتي من الثمار التي ستتولد باستخدام التقنيات الحديثة. ومع ذلك قبل أن نتابع في الفوائد التي أعطاها الحاسوب لهذا الأسلوب في التعليم، سنتابع التعقيب من دكتور باسل. حابب أعلق فقط على الفيديو كونفرنسينج، المؤتمر عن بعد. يعني الدكتور طارق تحدث عن تفاعلية، أهمية التفاعلية بين الأستاذ والطالب. فيديو كونفرنسينج أمن هذه التفاعلية. أنا عندما أقوم بإلقاء محاضرة وتنقل مرئيا لعدة أماكن، أنا كأستاذ أرى الطالب والطالب أيضا يرى الأستاذ مهما كان موقع هذا الأستاذ، فهو هذا أمن التفاعلية بين الطالب والأستاذ. ولكن الفيديو كونفرنسينج هو له أسلوبان. الأسلوب الأول أن يتم تلفزيونيا بالأساليب التلفزيونية كما نرى في جميع القنوات، عندما يكون هناك يعني حديث قنوات فضائية عادة يمكن هناك خط للاتصال التلفزيوني، البث التلفزيوني الذي ينقل هذه الصورة، وإذا كان هناك حديث في الاتجاهين فيجب أن يكون هناك خطين. وهناك الأسلوب، أريد أن تعطينا تفصيل لأسلوب الفيديو كونفرنسينج ولكن في الأساليب المعلوماتية، لأن هناك الأسلوب التلفزيوني وهناك الأسلوب المعلوماتي. عادة عندما أقول بفيديو كونفرنسينج أو نقل مؤتمرات عن بعد، أضع كاميرات فيديو في مختلف الأماكن ويتم تبادل المعلومات بين هذه الأماكن. أي الطالب مثلا في جامعة دمشق يستطيع أن يرى الأستاذ في جامعة حلب ويتحاور معه، ويقدر أن يرى الطلاب أنفسهم، يرى بقية الطلاب في جامعة دمشق. فأتم الأمر تفاعلية دائما مستمرة بين الطالب والطلاب أيضا. لكن أسلوب نقل المعلومة، هناك أسلوبان، هناك أسلوب أن يتم ذلك تلفزيونيا، وهناك أسلوب آخر أنه نفس الكاميرا التي تصور هي تنقل المعلومة عبر مودن وعبر خط، عبر حاسب وعبر الشبكات الحواس، وهذا يتطلب ريز لاين. أنا لا أعتمد هنا على أساليب نقل التلفزيون، أنا أعتمد على الشبكات الحاسبية. تمام. طيب الآن ننتقل إلى النقطة التالية وهي الإمكانات التي يوفرها، طرحنا السؤال على الدكتور طارق، الإمكانات التي يوفرها استخدام الحاسوب في التعليم وشبكات الاتصال، وهل هناك مواضيع يمكن أن يلائمها هذا الأسلوب أكثر من غيرها؟ طبعا نحن كل ما نتحدث عنه بالمناسبة في موضوع استخدام الحاسوب أو شبكات الاتصال في التعليم هو ليس كبديل عن الأستاذ أو عن الصف، ولكن هو إضافة، لأنه كما ذكر الدكتور طارق أنه الزمان والمكان في الشكل الكلاسيكي مهمان، قدرة الأستاذ هي الأساس. الآن إذا استطعنا أن ندعم قدرة الأستاذ في الصف بدروس بهذا الشكل موضوعة من قبل أساتذة هم من لهم خبرة في هذا المجال، ثم سمحنا للطالب أن يعيد التعامل مع الدرس في بيته أو عبر الشبكة، فهذا هو إضافة وليس هو بديل أبدا عن الدرس والمدرسة والأستاذ. هذه النقطة أرجو أن تكون واضحة. إذن الآن السؤال للدكتور طارق، أولا ما هي الفوائد، ثم هل هناك مواضيع يلائم هذا الأسلوب أكثر من مواضيع أخرى، ثم هل سيؤثر هذا على تغير فلسفة التعليم أو الغاية والهدف من التعليم؟ قد تكون الغاية والهدف هي في الوضع التقليدي لها هدف معين، وقد يتغير الهدف
استخدام أساليب الاتصال. نتابع الإجابة مع الدكتور طارق. الحاسوب أضاف أبعاد كتيرة جدا. أنا بس عاوز أقول في الأول أنه في ناس كتير بتخاف أن الرد ده يكون معناه أن الحاسوب لازم يستبدل الأسلوب التقليدي. أنا بس عاوز أكد أنه كل اللي بقوله أنه محوره، يعني أن الحاسوب هو مكمل لوجود الأسلوب.